اليوم روبوت هني يتاكد ان المنتجات اللي قاعد توصل لك هي المنتجات اللي انت طلبتيها، وهذا ما يعطي مجال للخطا. يعني هذا الحلو، هذا الحلو الموضوع. العربان تكون عوية زين، هذه صيدتها منكم. المديره الوحيده البنت. ليش كات؟ يوم عن يوم اكتشف ان الشباب الكويتي مبدع. اليوم الابلكيشن اللي انا بسولف عنه وباخذكم في رحله معاي نكتشف فيه تفاصيله هو ابلكيشن راحه. من الاسم ندري انه هو شيء راح يوفر علينا وقت وجهد ويخفف من الصداع ويخلينا نستمتع بالتجربه نفسها. شنو هو اصلا ابلكيشن راحه؟ ابلكيشن راحه شيء بسيط وسهل، سوبر ماركت اونلاين. إيه؟ هذه الفكره منها. اليوم احنا بمنصه راحه حاولنا نحط كل شيء في مكان واحد، من المنتجات الغذائيه الى منتجات التنظيف والى اخره. نبي نبسط الامور، هي مش معقده ولا صعبه. خلفي هني موجود الوير هاوس وفي الروبوتس، فاليوم تشوفين ترى المخزن شوي غريب عليك لان ما تشوفين منتجات. صح. كل المنتجات موجوده داخل، صافينها بطريقه باسلوب ذكي، اسلوب يناسب الروبوتس على اساس هم يجون ياخذون المنتجات بالطريقه اللي انت طلبتيها بالوقت اللي انت تطلبينه. ايضا مده صلاحيه المنتج، دائما احنا خلينا نقول نعاني من هذه السالفه ان لما نبي نطلب منتج معين ايا كان المنتج هذا ممكن يوصل لنا تاريخ صلاحيه انه ما يمدي، يمكن المنتج هذا يظل معنا يومين ثلاثه وبعدها خلاص. بس هني لا، هني يحرصون ان المنتج اللي يوصل لك مده صلاحيته تكون محدده وتبين قدامك. ان مثلا لو طلبت تفاحه باقي عليها 6 ايام راح يقولوا لك ان باقي عليها مثلا 6 ايام. احس نفسي داخل ثلاجه. قل لي شنو السالفه؟ ما على عينيناك مش دخلناش داخل ثلاجه. هني الله يسلمك احنا قلنا ان تركيزنا ان دائما حتى المنتجات تكون بجوده عاليه. فلو تلاحظين ان حتى الشباب اللي قاعد يشتغلون هني لابسين جاكيتات، لان المنتجات اللي تحتاج تكون في درجه بارده تكون تخزينها هني. احنا عندنا الفايف شهايده حق الايزو 9001 وال22000 14001 45000 والهاسب مانجمنت سيستم، كلهم خذيناهم تقريبا من شهر 12 ومع شركه ينقال لها بي اي سي، هي على الفود سيفتي وعلى الكواليتي مانجمنت سيستم وعلى شهايد البيئه وسلامه العمال. راكان كلمني عن المرحلة اللي وصلنا لها الحين وشنو هذا المكان؟ طبعاً السيستم عندنا يخلي كل موظف ما ياخذ قراراته، قرار معطيه السيستم الويرهاوس مانجمنت سيستم مالنا يعطيه القرار انه بحيث انه ما يقدر يشط يمين ويسار، هم لو صارت مصيبة السيستم راح يدله لهني. طبعاً احنا سوينا هالويرهاوس وحرصنا ان نكون الوحيدين الديسباتش او العملية الأخيرة اللي وصلها للفان تكون تحت درجة حرارة أقل من 18 درجة. كل ما أحد يسألني شنو اختصاصك درستي شنو يستغربون، يقول لهم أني كنت مهندسة. كنت مهندسة واشتغلت بمعهد دسمان السكري، فلما جيت هني وشفت أنه في تقدرين تقولين اندماج بين النوتريشن والتكنولوجيا شيء وايد شدني. أبليكيشن راحة يفهمك غذائياً، بتقولوا لي شلون؟ بقول لكم ان كل منتج مصنف غذائيا من اختصاصيين التغذيه. يعني انت تخيل اذا انت اليوم انت تتبعين الكيتو دايت، زين اوديك الجمعيه اقول لك يلا تسوق شغلات الكيتو، راح نضيع، راح تكون مساله صعبه. تعال اتسوق بين 100,000 صنف، شلون انقي شنو الكيتو شنو الكيتو اقرا احنا اليوم قلنا خلينا نسهل المستهلك، خلينا نصنف له كل شيء. الاسعار ما راح تكون غاليه عليكم، بحيث انهم ينقلون فعلا تجربه تسوقك من الجمعيه فعليا لكن عن طريق الابلكيشن، بدون ما ان انت تحس ان ليش هذه الاسعار وايد غاليه. لا، تطمنوا من هذه الناحيه. مع الوقت راح نفهم المستهلك وشنو حاجاته. راح نفهم شنو بالضبط الشغلات اللي انت اليوم تسوقها بشكل اسبوعي، شنو شغلات اللي تسوقها بشكل شهري. وراح نبلش ان احنا نريحك. راح نبلش ان احنا نقول لك ترى انت الحين عندك الحليب والبيض راح يخلص، راح نقول لك تعال تسوق واشتر هالمنتجات لان قرب ان هي تخلص عندك. ترى كل اختبار في الحياه الزوجيه واهم اختبار هو مكبوس الدي اي. اهم اختبار للزوجه. عزيزتي لا تحاتين. احنا الحين موجودين بمكان يا جماعه في مطبخ. مطبخ هذا حق شنو؟ راح تلقين كل مكونات الطبخه موجوده عندنا
وبضغطة زر واحد تقدرين تضيفينها كلها وتحطين بعد عدد الأشخاص اللي تبين تطبخينهم، اللي تبين تسوين حق 2 3 4 5 6 اللي هو تحطينهم، وبناء على ذلك الابلكيشن يفهم ايش كثر تحتاجين من الملح، ايش كثر تحتاجين من العيش والدياي والآخر، ويضيفه بالكارت عندك بزر واحد. يعني لما تطلع الوصفة راح تطلع لكم المنتجات بزر واحد، تقدرون تضيفونه على الكارت وتسوون البيمنت وتوصل لكم المنتجات للبيت. سمعت إن ماكو بصمة؟ صح، معنا الشغل أكثر من ربعي وأهلي اللي بصمون. هذا دليل إنك تحبين شغلك أولا. ثانيا CV وين أقدمه لو سمحتي؟ كاو مديري.